Radio de Bangá. مستمعينا الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان. استشارات ونصائح برنامج يهتم بقضايا وهموم المزارعين. استشارات ونصائح يهتم بالثروة الحيوانية وهموم الرعاة. تلتقون فيه مع الخبراء الزراعيين. استشارات ونصائح تلتقون فيه مع البياطرة وخبراء الثروة الحيوانية. تابعونا نحن منكم وبكم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الإرشادات البيطرية. وفي هذه الحلقة أيضا معنا الدكتور ياسر كفوت. دكتور ياسر، أهلا ومرحب بك في إرشادات بيطرية. مرحب بكم، وأنا سعيد جدا جدا أكون طرية. اتفضل دكتور. طيب مرحب بك. أتكلم عن الليلة، هتكلم عن ثلاثة أمراض وقد يكون موجود بلدنا هنا، وهو أمراض خطيرة جدا جدا وممكن أن يؤدي إلى موت عدد كبير جدا جدا من الحيوانات. طيب أول الأمراض اللي عندي التسمم المعوي. التسمم المعوي ده يا جماعة بسببه بكتيريا. البكتيريا ده بتصيب الأغنام والماعز. المرض ده بتميز لنا بحمى وبكون في إسهال مائي شديد، وأحيانا الإسهال ده بكون معاه دم. طيب الحيوان هنا بيميل للرقاق، بكون في آلام حادة في كثير من الحالات، يعني بحدث لنا موت مفاجئ بالنسبة للحيوان دون أن يعني نلاحظ الأعراض اللي ذكرتم ده. ده من ضمن الأمراض الممكن يعني خطورتها وين؟ خطورتها ما بتوريك إنه يعني ده عرض لمرض الفلاني. تفكر كده تلقى الحيوان مات موت مفاجئ. طيب الوقاية من المرض ده كيف؟ أول حاجة قول الرعاية الجيدة خطيئة. الرعاية الجيدة للخطيئة يا جماعة بيساعد على الوقاية مش من التسمم المعوي، من كثير من الأمراض. ومن الضروري جدا جدا إنه نقوم نقدم يعني الأغذية والأعلاف المركزة بصورة تدريجية، يعني ما نديه للحيوانات ده بشكل واحد كده. النقطة الثانية زي ما قبل قلت في الحلقة الماضية، نقوم نعزل الحيوانات كل خاملة خطها بعيدة عن الحيوانات السليمة. النقطة الثالثة نقوم نحسن حيواناتنا بشكل دوري باللقاح المناسب. يعني هسه عليها نحن عندنا التسمم الدموي، المرض ده بيسبب لنا في موت عدد كبير جدا جدا من الحيوانات، عندنا لقاح بتاعه ودوريا نجي تأم الحيوانات. المرض الثاني مرض السل. مرض السل هو مرض ونادر ما يكون حاد. من ضمن الأمراض مرض السل ده بيصيب لنا الإنسان والحيوان، يعني خطورته وين؟ بيصيب فينا نحن وبيصيب الحيوانات بتاعنا. ميز بالتهاب نوعي وبتكون في شكل درنات وخراج مناطق مختلفة من الجسم، وبكون في أعراض تنف وسعال باستمرار. طيب طرق بتاع انتقال المرض بتاع السل بينتقل عن طريق شرب الحليب الماء فورناه بشكل جيد، او عند استهلاك منتجات الالبان الملوثه. ايضا كذلك تناول اللحوم، لحوم الحيوانات المصابه قبل ان نطبخه بشكل جيد. بكل الطرق ده ممكن ينقل لنا مرض السل. كذلك الطريقه الثالثه عن طريق الجلد نتيجه للتلوث بتاع الجروح المرئيه بعصيات بتاع السل. الوقايه السل الممكن ينتقل لنا من الحيوان لنا، اول حاجه نقوم نغلي الحليب ده بشكل جيد قبل استهلاكه، وايضا نرجع للسلطات المختصه او الفنيين البياطره ونطلب منهم لقاح بتاع السل المضاعف. عندنا لقاح برضو للسل. النقطه الثالثه نقوم نعزل الحالات اللي حصلت له الاعراض ده، او لو لاحظنا حيوان مصاب او خامل او الاخير نوديه بعيد من بقيه افراد الخطيئة. هنقوم نتكلم عن آخر مرض هو جدري الضان، مرض جلدي وهو طبعا فيروس، يعني مرض من الأمراض الفيروسية وبينتقل عن طريق التلامس المباشر وغير المباشر بين الحيوانات. الأعراض بتاعه عندنا حمى شديدة، يكون في إفرازات من العين والأنف. أما الأرض المميز لمرض السل لمرض جدري الضان ده هو وجود طفح جلدي وبثرات بتكون في حجم حبة العدس في الأماكن الخالية منه. طيب البثرات دي بتنفجر البثرات، وبمرور الوقت بتكون قشور في الجلد. الكلام ده بأدي إلى تقليل القيمة الغذائية، تقليل القيمة الاقتصادية بالنسبة للحيوان،
وكذلك بقلة الإنتاج بتاعه من اللبن وكده. أيضا عندنا لقاح لجدري الدان، التحسين بلقاح جدري الدان هو موجود، وممكن أصحاب المواشي يعني يبلغوا لو ظهر أعراض مثل الأعراض المذكر الأعراض اللي ذكرته يطعم به الحيوانات. فشكرا لكم. و دكتور، بعض الأمراض في دارفور، أمراض الحيوانات يعني عندها مسميات محلية مثلا، يعني لتعميم الفائدة كده، يعني ممكن نسمع الأسماء المحلية للأمراض دي والأسماء العلمية لها شنو؟ الحس حاليا أنا الأمراض اللي أنا ذكرتهم ده يعني زي الجدري ده، يعني هو الاسم العلمي بيقول له شيب بوكس. لا ما يعني احنا ما عندنا مثلا ابدقلي، عندنا منيني، عندنا هناك يلا دي على المسميات ده غالبا ما تكون مرتبطه باعراض المرض. يعني زي الامنيني ده الحيوان ما بين، الحيوان البين ده يعني ممكن يكون الارفيسول هناك، يعني ده السؤال الاسم العلمي بيقول له تيوبركلوزي سول الحس اللي احنا اتكلمنا عنه. فما في مشكله، لا هو اصلا ما في اختلاف كبير، لكن انا هنا بنقول لاصحاب المواشي والرعاه انه لو لاحظوا يعني حيوان ده خامل ومط وشهيته في الأكل بسيط وكده يقوم يعزله، أول خطوة يعمله يعزل من بقية الخطيئ ويتوجه نحو أقرب مركز خدمات بيطرية، أو لو عنده تلفون برضو ممكن يتلاه أسد بتاع ثروة الحيوانية في الفاشر هنا، لا أو أي ولاية يعني سواء كان نيالة جنينة زالنجي. هل دكتور في بعض الأمراض يعني بتكون بصورة وبائية كده في موسم معين مثلا بتنتشر فيه الأمراض دي مثلا مربوطة بالفصول بتاعت السنة؟ نعم أنا في حلقة من الحلقات أشرت لبعض الأمراض الوبائية، فحسي هو تبع للأسف الشديد يهو مع المشاكل الحاصل في إقليم دارفور، فالتخسي عن الأمراض اللي بتظهر من وقت لآخر يعني صعب إنه يعني الأطباء يطلعوا ويقوم يتخصوا عن المرض نسبة للتوترات الموجودة في إقليم دارفور. التوترات دي أثرت بالمناسبة بشكل كبير جدا على مسألة بتتخصي حقيقة الأمراض، سواء كانت أمراض وبائية أو أمراض غير وبائية أو أمراض طفيلية موسمية. يعني وغالبا ما الأمراض الموسمية ده هو أمراض طفيلية يعني ديدان أي، فهو المشاكل ده أثرت بشكل كبير جدا في مسألة بتتخصي عن الأمراض اللي بتظهر مثلا كده في مناطق معينة دون الأخرى. في أمراض يعني في أمراض وبائية، أمراض يعني زي الإندقة، الحمى الفحمية والحمى القلاعية وكده. فالأمراض ده أنت ما بتقدر تطلق للمرض ده وبائي ما لم الجهة الفنية ولا الطبيب البيطري يمشي ياخد عينات يحلله في المعمل حتى بعدها يطلع النتيجة النهائية ويقول ده مرض وبائي. فهو مسألة بتاع التوتر الموجود في إقليم دارفور يعني أثرت بشكل كبير جدا في المسألة دي. شكرا جزيلا دكتور ياسر كفوت على هذه الإرشادات الطبية البيطرية، وحتى نلتقي نقول للمستمعين ولأخواننا الرعاة أقعدوا عافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان.